سيرة بنادي الطائي من عام تقريبا 98 إلين 1409. اعتزلت اللعب في 1409 بعد مباراة أنا مع الهلال باستاد الملك فهد. كان اعتزالي عمري 28 لما اعتزلت بسبب الوالد الله يغفر له، كان يبينا بعد ما رجعنا من الهلال قال أبيك تجينا الساعة 5، كان عندنا تمرين على أساس مباراة الاتفاق بكرة، كنت أنا الكابتن. جيت للنادي وقلت للمدرب إذا، لأنه آخر يوم اليوم اللي قبل المباراة يصير تمرين تكتيكي، ما هو تمرين مهم رئيسي. قلت أنا ترى عندي موعد الساعة 5 لازم أمشي، أبغى أمشي قبله. قال خلاص. قاعد يتكلم المدرب، البرازيليين دائم لا أخفقوا يبون يبررون كثير ويصير التمرين اللي بعده كله تبرير. قلت بمشي، قالوا انتظر انتظر انتظر. مشى راح موعد أبوي، جيت أبوي بعد المغرب، قام جيت وتكلم عليه قال أنت ضايع، أنت بسكورة وأنت كذا. قلت والله ما أرجع للنادي أبد، خلاص اللي يزعلك ما به. تركته وكنت أكليلي، حنا معسكرين، هربت من البيت. قلت يعني يجوا للبيت دول، ما كان فيه جوال في الوقت، هربت من البيت، تركت البيت ونمت بيت ثاني، بيتنا الثاني اللي ما يعرفونه. والمهم أنه غيرت البيت وتركت من كل يوم اعتزلت الكرة. ولا الحمد كان هذه رغبة أبوي، وفرح اني تركت الكره. ولا ظلمت لمسيرتي الرياضيه ابدا، ما ظلمت، لانه كنت ما العب، ما عندي هدف، العب انتمائي للنادي وبخدم النادي، ونعتبر ان خدمناه، لانه امكانيات النادي ما كانت يعني قويه بحيث انه يقدر ينافس على بطوله، لكن روح الشباب وكانوا التزامهم بالتمارين وتكاتفهم كأسرة هي اللي حققها. كان جيلنا كان جيل ذهبي جدا، هو اللي بوقتها سمينا صائد الكبار. كان رئيسنا راشد مطير الله يغفر له، كنا كتلة واحدة يعني، ما ظلمنا أحد ولا ظلمت الكرة أبدا، ولا كان عندي طموح أن أفكر بالمنتخب أو شيء. إحنا بننبسط ونمارسها كهواية يعني، ما هي ولا كان في حتى مقابل يعني، لا كان مقابل مادي أبدا ولا في احتراف يعني. أكثر ما يعطيك النادي يعطيك الله يكرمكم بوت أديداس، لا أحيانا يعطيك باترك، وأنت تبي أديداس تدفع الفرق عشان تشتري الأديداس. أنا ما ألبس إلا أديداس، وأضطر إني أدفع للفرق على أساس أخذ الأديداس. مكافآت ما كان في مكافآت، أذكر يعني يمكن يكافئونك على 4 مرات فوز 600 ريال، على 4 مرات فوز. إيه هذه تصير أحيانا، وهذه إمكانيات النادي.